الوكرة يتزين بفعاليات عيد الأضحى المبارك. أحلى الفعاليات في أجواء عائلية تفاعلية لا تنسى. احنا في سوق الوكرة عندهم ما شاء الله فعاليات هني، باين الجو يعني حلو ما شاء الله. جيت للمهرجان ولعبت الألعاب، ممتعة جدا. كل عام وانتم بخير وعيد أضحى مبارك. مهرجان هذا العام، مهرجان العيد، على أحلى ما يكون. كل مرة يعني إدارة المهرجان تفاجئنا بألعاب متنوعة. فعاليات العيد بسوق الوكرة تستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس. حياكم.